اليوم الفساد هو أو الفاسدين عندهم القدرة على إخفاء آثار جرائمهم بحيث ما تقدر تمسكه نهائيا. أتكلم لك على كثير من النواب يعني ومن محافظتنا يعني في الأغلب يعني كانوا يستهدفوني ويحاولون قدر الإمكان. أكيد الضعف في رئيس الوزراء، رئيس الوزراء ما يتكئ على كتلة، محتاج الكتل السياسية تدعمه، وبالتالي جاملهم، وهو أحيانا يعني هو مقتنع تماما أن اليوم هذا الوكيل أو هذا المدير عام اللي جابته الكتلة الفلانية هو غير كفو، ولكن انفرض عليه فرض ده يقولها الرجال يعني.